بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول رحمة العالمين. نتكلم النهاردة عن سنة من أهم السنن غفل عنها كثير من الناس، ومن علامات الساعة استخفاف المسلمين بالسنن. سنة عظيمة جدا، السواك. أصحاب رضي الله عنهم والتابعون كانوا لا يتركون السواك من يدهم للمناقب العظيمة جدا الموجودة في السواك. في هذه الأيام كثير جدا من المسلمين يعيش ويموت بدون أن يمسك السواك مرة واحدة. إن في السواك لمناقب وفضائل لا يعلم كثير من الناس. فجاء في فضل السواك أحاديث صحيحة، وجاءت أحاديث ضعيفة. قبل أن أتكلم أريد أن أنوه نبذة بسيطة عن الحديث الضعيف وأهمية الحديث الضعيف. الرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء مجمعون على الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفي كثير من الأحكام الفقهية عند عدم وجود نص صحيح يعتمد عليه، فالتجأ العلماء إلى الأحاديث الضعيفة فيقدمونها على مصادر التشريع كالاجتهاد والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرهم من المشاريع. عند عدم وجود نص صحيح فيقدم الحديث الضعيف على مصادر التشريع بشروطه. فالحديث الضعيف، وده رأي جمهور العلماء، الأئمة الأربعة، الإمام أحمد احتج بأحاديث ضعيفة كثيرة، الإمام مالك احتج بكثير من الأحاديث المرسلة في موطئه، كتاب الموطئ عظيم، موطئ بنى عليه أحكام فقهية، الإمام أبو حنيفة. أنا هضرب لحضراتكم مثالين بسيطين قبل أن نتكلم عن فضل السواك بحديثين ضعيفين وبني عليهم أحكام فقهية. حديث الماء طهور في نفسي إلا أن يخالطه شيء ليس من جنسه يغير من طعمه أو رائحته أو لونه. الجزء الأخير ده من الحديث ضعيف باتفاق العلماء، ومع ذلك أجمع العلماء على الأخذ به بحكمه، بأن الماء أو الماء إذا اختلط بشيء ليس من جنسه فتغير لونه أو طعمه أو رائحته يكون طاهر في نفسه إذا كان الشيء اللي اختلط به طاهر، ولكن له ليس طهور، أي ليس مطهر، أي لا يستخدم في الاغتسال أو في الوضوء. بمعنى على سبيل المثال، الناس اللي بتملأ البانيو أو المغطس ماء وتحط فيه صابونة لغاية ما الماء لونه يتغير يبقى لونه أبيض، انتوا عارفين الصابون بيبقى عامل ازاي، ميه ميه بتفصه بقى فيه فقاقيع، وهو اصلا على جنابه، يعني يجلس في هذا الماء كما دخل خرج، هو ما زال على جنابه لان الماء تغير لونه وطعمه ورائحته. هذا الحديث ضعيف، او الجزء اللي فيه ده ضعيف، مع ذلك العلماء كلهم اخذوا بيه. على سبيل المثال حديث اخر، من جلس للتشهد الأخير فأحدث فقد تمت صلاته. هذا حديث ضعيف، ومع ذلك الإمام أبو حنيفة أخذ به وبنى عليه حكم فقهي، حكما فقهيا هاما جدا. قال إن التشهد الأخير ليس بفرض في الصلاة، ولكن الجلوس للتشهد الأخير هو الذي فرض، ذكره القرطبي في كتابه، مع أن هذا الحديث ضعيف، ولكن هو قال إن الجلوس التشهد الأخير ليس بفرض، لكن الجلوس للتشهد الأخير فرض، هو سنة مؤكدة. طبعا هذا فيه نظر جمهور العلماء أن التشهد الأخير فرض، لكن بل عليه حكم. ومعنى الحديث صحيح أنك إذا أحدثت وأنت تقرأ في التشهد الأخير في الجلسة الأخيرة في الصلاة، صلاتك صحيحة وقد تمت صلاتك كما جاء في الحديث، وليس عليك إعادة، على الرغم من هذا الحديث ضعيف. هذا على سبيل المثال وليس الحصر، وهذا أمر مشاهد في كتب الفقه المطورة. يمكن 30 أو 40% من الأحكام الفقهية قايمة على أحاديث ضعيفة أو أحاديث مختلفة اختلف العلماء فيها، بعض صححها بعض حسنها بعض ضعف. فديها نبذة هامة جدا لكثير من الناس لا يعلم هذا. بعض الناس بيتصور ان الحديث ضعيف يجب ان يلقى في القمامة، هذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح، ليس بصحيح هذا الكلام. انا ضربت لكم امثلة، واللي ما فتح افتح كتاب الموطأ الامام مالك حاجة احاديث مرسلة، والحديث المرسل حديث ضعيف بان عليه احكام الفقهية. طيب السواك له فضل عظيم جدا جدا. طبعا الحديث الصحيح اللي جاءت فيه ان السواك مطهرة الفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. حديث ثاني آخر خطير جدا جدا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يكاد يترك السواك من يده، كان عليه الصلاة والسلام عندما يدخل بيته
اول شيء عمله يفعله ان هو يتسوق ويمسك السواك. وعندما كما جاء في الصحيح انه عندما كما جاء عن السيده عائشه كان عندما يصحى يعني يصحى من الليل ليصلي الليل كان يشوص اسنانه بالسواك. في بعض الناس يقول لك انا بغسل بالمعجون، المعجون ليس بكافي، المعجون ده ماده كيماويه مستحدثه، لا مانع انا بغسل بالمعجون واستخدمه لكن لا تترك السواك من يدك للفضاء العظيمه التي سنقولها الان. جاء فيها احاديث فيها ضعف، الاحاديث الاولى ده اصحها بعض العلماء قالوا يعني يوصل الى درجه الحسن، وبعض العلماء ضعفوه لكن له روايات كثيره رواه الامام البيهقي في شعب الايمان في كتابه شعب الايمان. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال اسف السواك، السواك شوف بقى المناقب العظيمه اللي في السواك، السواك يطيب الفم ويشد اللثه ويجلو البصر، ويجلو البصر يعني بيقوي البصر ويذهب البلغم، ويذهب البلغم ويذهب الحفر. يعني تحديد انا تحديدا لا اعرف معنى كلمه الحفر، ربما الدمامل او الخراريج او الحفر اللي في الجلد الله اعلم، يعني لا اتكلم في شيء. يعني سيدنا ابو بكر الصديق قال عندما سئل عن كلمه فاكهه وابه قال اي سماء تقلني واي سماء تظلني واي ارض تقلني ان تكلمت في كتاب الله بغير ما اعلم. فيعني تحديدا لا اعرف معنى كلمه يذهب الحفر، لكن ربما حفر الحفر الموجوده في التي تقابل البصور او الدمامل في الجلد او ويوافق السنه ويفرح الملائكه ويرضي الرب ويزيد في الحسنات ويصحح المعدة. أيضا جاء أثر أن السواك يصيب في الحسنات أضعافا كثيرة أو 70 ضعف. احنا قلنا إيه؟ يرضي الرب ويزيد في الحسنات ويصحح المعدة. شو بقى يصحح المعدة؟ يعني يقيق من التقلصات والإمساك والغازات وكل. جاء في حديث آخر الأسواك مسخطة للشيطان جيد للسان. جاء حديث آخر فيه خلاف بين العلماء، السواك يزيد الرجل فصاحة. وأيضا هناك أثر السواك يقوي الذاكرة ويزيد من الحفظ. وجاء أثر عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه كان يقول السواك يزيد الرزق. وأيضا حديث فيه ضعف لكن نرجو ان يكون صحيحا للاحاديث الكثيره جدا التي تاتي في فضل السواك التي تشد بعضها بعضا وتقوي بعضها بعضا. صلاه بسواك، هذا الحديث فيه ضعف مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاه بسواك خير من 70 صلاه بلا سواك. صلاه بسواك خير من 70 صلاه بلا سواك. شوف السواك العظيم. عشان كده الصالحون السواك في ايده على طول قبل يتطيب به قبل الصلاه الا زنيسي. عشان كده الرسول قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. الاعجاز العلمي الناس المحللون الكيماويون والعلماء الباحثون وجدوا ان في كل ان في السواك مواد كيماويه وحاجات اللي هي عود الاراك ده اللي في الشجر اشياء كثيره جدا ليست في المعجون. انه فعلا في مواد كيماويه تزيد البلغم، تقوي الحفظ، تجلي البصر، تقوي المعده، يشد اللثه. لقوا ان كل الكلام الموجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دي صحيحه. وطلعت ابحاث من النصارى من الاجانب على تحليل ماده الاراك لقوا ان هذا الكلام صحيح فعلا. سبحان الله. شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه بسواك ان كان فيه ضعف خير من 70 صلاه بلا سواك. اخيرا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات والسواك في يده. يعني السيدة عائشة دخلت وصحابة بعض الصحابة قاعدين، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتكلم ويريد أن يتشهد. فالسيدة عائشة ماسكة السواك في يدها، فعين الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أتريده؟ فهز الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه بنعم ولا يستطيع أن يتكلم. فقالت أطيبه لك يا رسول الله؟ فأخذت تمضغه وتطيبه حتى لينته وجعلته يعني طريا. ثم أعطته الرسول صلى الله عليه وسلم فتسوك، فأخذ يتسوك ثم يعني اخر ثم رفع يده اصبعه هكذا ونطق بالشهاده عليه الصلاه والسلام. ثم مات عليه الصلاه والسلام كما تقول سيدته عائشه رضي الله عنها، مات بين سحري ونحري والسواك في ايده. شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يموت والسواك في ايده.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخش بيته لازم يمسك السواك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من النوم بالليل لازم يمسك السواك. وكان يتطيب الصحابه رضي الله عنهم. اخيرا قصه ايضا لها سند ربما يصل الى درجه الصحيح. الصحابه رضي الله عنهم كانوا في غزوه يحاربون الفرس، وكانوا محاصرين للحصن، فاستعصى عليهم الحصن فلم يستطيعوا ان يفتحوا الحصن، هذا الحصن. فقالوا احنا اكيد مقصرين، نحن مقصرون في شيء، في شيء في سنه معينه اكيد احنا مقصرين فيه، يعلمون هذا. ربنا سبحانه وتعالى لفضلهم العظيم كان اي هفوه بسيطه يعاقبوا عليها. يعني فقالوا قعدوا يفكروا ايه، قالوا احنا بقى لنا يومين ما تسوكناش، يومين. فدخلوا جميعا الى 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 الغابات وابتدوا يقطعوا من شجر الاراك ويتسوكوا الجيش كله. فراى الفرس او راى جيش الفرس المسلمين على هذا الحال، فتركوا الحصن وفروا. قالوا المسلمون يسنون اسنانهم لياكلونا، لياكلوننا، يسنوا اسنانهم عشان ياكلونا، يسنون اسنانهم لياكلونا. فتركوا الحصن وفروا، ودخل المسلمون بدون قتال فتحوا الحصن. ده نبذه بسيطه فضل لفضل السواك. شوف شوف اهميه سنة السواك. عشان كده الرسول قال لا انا شك على امتي لا امرتهم بالسواك عندكم كذا. فليت نتقي الله سبحانه وتعالى، ما تستخفش بالسنن. لو انت ما بتستعملش السواك روح هات لك سواك وخليه في جيبك، وقبل السواك قبل كل صلاه حاول ان انت تتسوك الا اذا نسيت، لكن لازم يوميا تستعمل السواك مره واثنين وثلاثه، لان في فوائد الطبيه دي اثبت صحتها. يعني الناس بتوع الاجهز العلمي مبحثوا وبعديكم واتعملت ابحاث وتاكدوا منها، وابحاث النصارى اللي عملوها باللغه الانجليزيه او مستعد مستعد اعطاها حضراتكم لو انت بحثت عليها هتلاقي عددها. ف السواك يطيب الفم ويشد اللثه ويجلو البصر ويذهب، الحديث بيقول كده عن سيدنا عبد الله بن عباس وله اكثر من روايه، يطيب الفم ويشد اللثه ويجلو البصر. البصر طب معمول السنه هيجلو البصر ويذهب البلغم، معقول السنه هيضيع يذهب الحفر او الحفر، يوافق السنه ويفرح الملائكه. طب ليه بيفرح الملائكه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحديث في البلد. ليس اشد على الملكين المرافقين بالمسلم او المؤمن من ان يرى بقايا طعام في اسنان صاحبهما. طبعا مش معقول هتغسل سنانك بالمعجون في كل صلاه، لكن تستطيع بعود الاراك انك قبل الصلاه تمسح تتسوك كده، اي شيء عالق هيطلع. ويكفي حديث الصلاة الذي نرجو أن يكون صحيحا، الصلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. هذا يكفي إن صح هذا الحديث، ونرجو أن يكون صحيحا ومعناه يوافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفرح الملائكة ويرضي الرب ويزيد من الحسنات. ونحن في أشد الحاجة إلى الحسنات، ويصحح المعدة. كثير جدا من الناس بيشتكي من المعدة ومشاكل في المعدة والمساك، لأن في مادة في الخشب بتاع العراق بتنزل لما انت بتتسوق، بتختلط باللعاب وبتنزل، فبتكون فوائد عظيمة للجسم. فياريت نتقي الله سبحانه وتعالى ونتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم مات والسواك في يده، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني كأنه بيقول لك بطريقة غير مباشرة تسوق في كل صلاة، عشان كده الصالحون يتسوقون في كل صلاة، في كل صلاة يكون مع السواك في إيده. فياريت نتقي الله سبحانه وتعالى، ما نستخفش بالسنن، لان الاستخفاف من السنه من علامات الساعه، وانت بتخسر كتير في الحسنات وبالبركه العظيمه. وسيدنا علي قال ان السواك بيزيد ويزيد الواجب بالرزق. فيا ريت اللي عمره ما مسك سواك يبتدي يجيب سواك ويحطه في جيبه ويتسوق بيه. اقول قولي هذا، استغفر الله. هكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو، يا ريت تنسخوه تنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكثير من الناس لا يعلموا هذا. ونشر هذا العلم في ثواب عظيم، لعلم علما فانه اجر من عمل به الى يوم القيامه، لان ذلك من اجور مشان. اقول قولي هذا، استغفر الله.